صباح الخير. ابني هيتم سنة وحاسة ان انا عايزة دلوقتي اقضي معاه وقت انا هو بنعمل مغامرات مع بعض، عشان هو بدأ يفهم لما بنروح مثلا بنخيم او بنقعد في حتة مختلفة، دي بتبقى حاجة مثيرة للاهتمام قوي بالنسبة له، لدرجة ان هو مش بيبقى عايز ينام في النهار خالص. في حاجات كتير حلوة بتحصل، زي ان هو مثلا بيبقى بيصحى مع الشمس وبينام خلاص بعد الغروب، ففي حاجات كده بتظبط لما بنروح الطبيعة. وحاسة بجد ان انا الحمد لله محظوظة قوي ان انا عندي وقت اقضيه مع ابني، عايزه استغله بطريقه كويسه بطريقه تبسطه، وعايزه اخليه حوالين اطفال اكتر. هروح عند واحده صاحبتي المزرعه بتاعتها في نويبع وهنخيم هناك، وعماله اسمع انهم بيقولوا على الجروب ان في ناموس، بس انا في العادي الحاجات دي بتخوفني وبتخليني ما اروحش. بس انا عايزه اروح المره دي، انا عايزه امرن نفسي ان انا انشف شويه واعرف اتاقلم مع الطبيعه، لو في ناموس، لو الجو حر، لو ما اعرفش، لو في مشقه من نوع ما، عايزه اخلي نفسي كده اقوى، علشان حاسه انه ابني محتاج ام قويه وام نشيطه، عشان هو ولد والولاد بيحبوا يفركوا، وانا اكتر وقت اكتر شخص قصدي بيقضي معايا وقت، فلازم انا كمان اعرف ايه اواكبه. دلوقتي انا بلم حاجتي، لسه مخلصه الشاور بتاعي. انا هاخد معايا 3 خيم، علشان في 2 امهات مش لاقيين خيامهم، فهاخد معايا زيادة علشان نساعد بعض وناخد حاجات لبعض، حتى لو في ناس مش عندها الحاجة ممكن نشارك مع بعض، مش لازم حاجتي انا بس اللي استعملها. فاهمين قصدي؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي حالا هو ان انا هاخد الهدوم من الاوضه واطلعها الصاله، علشان ابني هيجي ينام هنا، وعايزه احضر الشنطه وهو نايم. عايزين تشوفوا بعمل ايه في يومي؟ ده اللي انا بعمله في يومي. ايه رايكم؟ حاجه مسليه موت صح؟ بشيل الهدوم من اوضه لاوضه. بالنسبه لبعض الناس ممكن تكون دي افوره، بس انا هاخد الفرنش بريس بتاعي معايا، معرفش اسمه ايه بالعربي، انا اسفه، علشان اعمل فيه القهوه، وهاخد القهوه بتاعتي الاثنين، وان شاء الله هجيب لبن الثلاثه، علشان انا هذا الشخص القهوه مهمه قوي بالنسبه لي، لدرجه ان انا هاخد حاجات ازاز معايا في عربيه مليانه عيال. معلش انا مش بعرف اعيش من غير قهوه، مش بعرف، انا اسفه، انا مش اسفه. اي حد عايز يطول شعره حطوا زيت في شعركم بعد ما تستحموا، مفيش اي حاجه فرقت معايا زي الزيت، هقعد اقولها دايما، وحطوا في الفروه بتاعتكم قبل ما تستحموا بنص ساعه، دلكوا فروه راسكم علشان الدم يجري ويجيب الغذاء للشعر. لو عايزيني اعمل قناه اتكلم فيها عن الميك اب، بهزر، والقصه لازم تاخد شويه زيت برضو عشان ايه ما تقفش كده، يعني ندي شعرنا شويه حب كده ونقول الحمد لله كده واحنا مدلك شعرنا، برضو دي حاجه جميله. الحمد لله ان احنا عندنا شعر اساسا. بالنسبه لي طريقه من ان انا اقول الحمد لله ان انا اهتم بالحاجه اللي ربنا اديها لي، قبل ما استحمى دلكت شعري بدي، بس كنت بدلك بالراحه كده، اللي هو هل انا عايزه اسرح شعري، ممكن احطه في كحبه جوه كده. الناس اللي بتسالني بجيب الزيت منين، يا لهوي الازاز يا جماعه بجد عليها شعر ورمله وشكلها مش عاطفي خالص، عشان كده مش بوري حاجتي قدام الكاميرا، يا مع ان انا بكره الشعر يبقى لازق في اي حاجه، سبحان الله. علشان انا عايشه هنا في بيئه جافه قوي، الزيت بالنسبه لي حاجه اساسيه. الزيت اسمه زيت الجوجوبا من ماركه اسمها نيفرتاري، دي ماركه مصريه بتعمله معصور على البارد و 100% زيت نقي، مش بيحطوا عليه اي حاجه تانية. البراند دي بجيب منها كحل، بجيب منها ده، بجيب منها حتى اعتقد فرشه شعري، مش الفرشه، اي كلام. بجيب منها حاجات كتير قوي، بجيب منها زيت النيم، عشان في ناس برضو قالت لي ايه زيت النيم ده، زيت النيم ده بيساعد انه الشعر يطول وبيساعد على ان التجاعيد في الوش تقل، زيت النيم ده زيت هايل. صح نسيت احط شويه على وشي، اي حاجه باقيه بمسحها في كوبايه على طول، مش بنضيع اي حاجه. انا عايشه في سيناء، الناس اللي عايشه في السعوديه، الناس اللي عايشه في اصلا معظم البلاد العربيه اللي فيها صحراء، حطوا زيت. عمري ابدا ما ببقى عايزه اطلع على الطريق شكلي مش عاجبني، عمري ابدا ما ببقى عايزه اطلع رحله وانا جعانه، بحاول اعمل لنفسي فطار لذيذ عشان اشجع نفسي اكتر ان انا اروح الرحله دي. انا عايزه اقعد مرتاحه في بيتي وما اروحش اي حته، بس مش هينفع اعيش ابني كده. انا حاسه ان انا مؤخرا بقيت بطريقه تلقائيه من غير ما انا احاول خالص، بعمل كل حاجه علشان ابني مش عشاني، مش كل حاجه بس معظم التواصل الاجتماعي اللي انا بعمله بعمله عشان ابني، اللي هو بخرج مع اصحابه او مع الناس اللي هي برضو عندها اطفال، وحياتي انا الاجتماعيه بقت محطوطه على الرف دلوقتي، عشان انا كنت قاعده بفكر اللي هو انا ليه بقالي فتره مش مركزه مع اصحابي خالص، وبعدين اكتشفت وانا بستحمى وقاعده بفكر. في اجابات كتير بتيجي لما بندخل نستحمى، عامه ان احنا نستحمى في اول يوم او في اخر اليوم بيغير الطاقه كده اللي في جسمنا، وبنوعا ما بينظف، لو في مثلا بجد بحس ان لو كان يوم مش لطيف او لو في جسمنا اي طاقه سلبيه او اي تنشنه، لما بنستحمى الموضوع بيساعد ان هو يغير الطاقه دي شويه. بصوا على الجمال، حرقت الطاسه، وده منظر اكلي كانه في مثلا كلب اكله قبل كده، علشان انا كسلت اغسل الطاسه وهي مكانها
معاها رز وصويا صوص وحاجات كده، وده منظر اكلي دلوقتي، ده الواقع اللي انا بعمله في حياتي. عشان كده ما بصورش لما باكل في يومي، اصور لكم اكلي ايه. بصوا المنظر، دلوقتي انا بجهز حاجتي اللي هاخدها معايا من ناحية الالكترونيات. دي الكاميرا اللي انا بصور بيها، حد سألني سوني هاندي كام FDR AX53، ده نوع الكاميرا اللي انا بستعمله. ناس بتسألني انا بشتغل ايه، انا بشتغل زي ما انا بعمل على اليوتيوب كده، بصور فيديوهات، بصور بودكاست لناس اعرفها او ناس صحابي، لسه مش بشتغل مع ناس غريبة ومش متضايق خالص. وليه يطلع بصور اي كده من الكاميرا؟ موضوع غريب اي. انا منظمة جدا في حاجتي، بالذات حاجة التصوير، علشان انا مدمرة جدا، يعني انا مضطرة اكون منظمة، ما عنديش اختيار. لو مش هكون منظمة بجد هدمر كل حاجة بتاعتي. ده النور عشان اصور لي بالليل. اوف نسيت اخد فرشة سناني مثلا، بس اعتقد الالكترونيات كده كلها تمام. عشان الزرعة دي شكلها دي الفاكهة بتاعت الرحلة. اوبا دست على البتاعة دي. بصوا الشوكة قد ايه، الشوكة دي كلها دخلت جوا رجلي وانا مش واخدة بالي وانا ماشية. بوريهم الشوكة، بوري الكاميرا الشوكة. شوكة؟ ايوه الشوكة اللي دخلت في رجلي عورتني اهي. خدي طفل بيعيط ولقيت على الارض ازازة ورجلي اتعورت، بس تعويرة صغيرة بصراحة مش همثل. كل الاطفال مع اكلنا وبتعيط وعايزة تنام. كيكة وقهوة النهاردة الصبح عشان عندنا عيد ميلاد. النهاردة أول يوم مع كل الأطفال. امبارح ما نمتش حلو، بس في نفس الوقت ما نمتش وحش. صحيت الساعة 3:30 الفجر وفضلت صاحية تقريبا لحد الساعة 5، ما عرفتش أنام بسهولة. بعدها والكلاب كانت بتهوهو والبط كان بيبكبك والفراخ كانت بتكاكي وكل الحيوانات كانت بتعمل كل الأصوات من بعد الفجر. لسبب ما عندي طاقة أكتر من ما أنا لو نمت ساعات أكتر في البيت، فالحمد لله. تاني يوم أعتقد الأطفال والبيبيهات بدأوا يتعودوا شوية على الأجواء هنا. افطار مضحك قوي، عيش بالزبده بالبصله. لما ببقى خارجه في تجمع ما بين ناس عمري ما ببقى واخده بالي انا صورت قد ايه ولا ما صورتش قد ايه. في الفلوجز دي بتبقى على الله على الاخر. بص المنظر اللي ورايا، شموسه وزينه رمضان. احنا دلوقتي بنلم حاجتنا وماشيين من المزرعة، وبفكر بدل ما ارجع البيت على طول اروح مكاني المفضل في العالم هنا برضو في نويبع وقابلت ليلى، وبعدين ابقى ارجع البيت. حصلت معجزة من السماء وهعرف اقعد اكل الكراب بتاعي لوحدي من غير ما اسيب. مش عارفة ازاي ده بيحصل، بس الحمد لله. بس انا مبسوطة قوي. هعمل ايه؟ انا ما عنديش خلق للشوكة والسكينة. كريب اهو. انا دلوقتي بروح من ان انا كنت بخيم بدون اي رفاهيات لرفاهية رهيبة فجأة، بس ده حال الدنيا. انا اعمل ايه؟ هخلص الكريب وانزل اخد غطس في البحر. اخر مرة كنت هنا حاولت اصور بالكاميرا دي تحت المية، والكاميرا دخل جواها مية والكارت باظ واحلامي اتحطمت وكل اللي انا صورته راح. فانا حاسة ان دي تاني مرة كده تعويض اللي معرفش اعمله المرة اللي فاتت، فمتحمسة قوي ان انا هنا الحمد لله. اخر مرة جيت هنا كانت المية لا تماما زي البحيرة، والنهاردة المية مجنونة خالص وريح جامدة قوي. اتأكد بس ان الكاميرا مقفولة كويس.
صباح الخير، النهاردة أول يوم هنا ورايحة أعمل قهوة، وأنا مبسوطة قوي عشان ابني النهاردة صحي مزاجه رايق. دخل غسيل اللي أنا نشره جوه وبعدين نتجه نعمل قهوة. اتكلم زي الأطفال كده، ليه قهوة؟ حاسة أنا قلت قهوة. يوه نسيت الفاكهة جوه، يلا مش مشكلة. الله يا بابا، الراجل ده كريم قوي. بص كوباية القهوة قد إيه، ده الحجم المناسب لكوباية القهوة كده. بحط سكر على قهوة الصبح. بحب المكان بتاع القهوة ده هنا قوي. نفسي يكون عندي مكان كده اللي هو مطبخ بره البيت. كل حاجة بتبقى أسهل لما نخرجها بره البيت. إحساس ما يتوصفش وأنا قاعدة بشرب القهوة لوحدي ونسيم ورايا مع أصحابه. الحمد لله حطيت سكر كتير قوي بس مش فارق معايا، برضه مبسوطه. لما قابلت واحده صاحبتي من الصين مؤخرا اكتشفت قد ايه الاشارب مهم في وقت البحر بالذات. ليه استعمالات كتير قوي، بيبقى حاجه اللي هو ممكن البسها كده واحمي نفسي من الشمس، وفي نفس الوقت بتتنفس قوي ومش تقيله ومش بتضايق. بقيت بجيب معايا اشارب. الله، الميه طالعه وفي جزيره كده رمليه باينه عشان في جزر جامد دلوقتي. نفسي افضل قاعده هنا جنب المياه ساعات. يلا ننزل المياه. حاجه لذيذه قوي ان كل يوم المياه مختلفه تماما عن اليوم اللي قبله. منظر السعيد على وشي. كنت مبسوطة قوي ان انا جايبة كل العدة بتاعتي وشحنة كل حاجة. بصراحة جوزي اللي شحن مش انا، وبعدين طلعنا ان احنا في الميكروفونات مش مشحونة، بس الحمد لله. انا بدأت دلوقتي اتصالح مع فكرة ان انا عمري ما هعمل حاجة 100%، عمري ما هحضر كل حاجة وهتطلع صح، عمري ما هحط خطة وهمشي عليها بالظبط، عمري ما هبقى بحاول احافظ على الكاميرات بتاعتي واحافظ عليها كلها. الكاميرا اللي انا بصور عليها دي لما بتقفل المفروض العدسة بتبقى عاملة كشت وبعد كده تفتح تشك. فدلوقتي ما بقتش بتفتح وتقفل كويس، بقت بتعلق كده اللي هو بتفتح وتقفل، بتعمل اللي هو كده بتقفل بس مش على الاخر مثلا. صباح الخير، النهارده تاني صباح في مكاني المفضل في العالم. ما نمتش كويس قوي بس برضه صحي مبسوطه جدا. طبعا اول حاجه بفكر فيها اول ما اصحى اني عايزه اشرب قهوه. عارفين الحلو هنا في المكان انه السرير هنا والحته بتاعه الكنبه هنا والحمام كل حاجه مفتوحه على بعض، فابني سهل قوي ان هو يزحف من حته للتانيه او يمشي من حته للتانيه عشان يلاقيني. انا عماله ابص على شكلي قوي علشان بقلق قوي ان انا اصور الصبح اول ما اصحى، بحس ان شكلي بيبقى يا مش قادره اتخيل لو انا بطلت اركز في شكلي واحس ان انا مش واثقه في نفسي من شكلي ممكن ايه اللي يحصل في الحياه. ساعات كده بلعب اللعبه دي مع مخي لما مخي بيقعد يقول يا لهوي يلا نقلق من كذا وكذا وكذا، ببقى اللي هو
هو ايه اللي هيحصل اصلا لو شكلي طلع وحش؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، هحط الفيديو برضو عادي ومش هيفرق معايا. نسيم يلا نروح نشرب قهوه. نسيم بياكل، بيحاول ياكل لوزه كامله فاروح اكسرها له. علشان اخرج من الاوضه معايا حاجات ابني وحاجتي بشيل. واحد اتنين تلات شنط يا مصر، تلات شنط. السفرية لما جيت هنا اول مرة كنت دايما بحاول اصحى عشان الحق شروق الشمس، بس دلوقتي عندي اولويات تانية، عايزة انام. كفتة طعمية اول مرة اجربها في حياتي بس حلوة قوي. حاسة ان الوجبة دي كانت محتاجة صوص، نوع من انواع الصوص. على فكره الايام اللي من قريب اللي كنت بقعد اكل فيها مش بعرف اقعد اكل 5 دقايق من نسيم، بس الحمد لله دلوقتي بعرف اكل ساندوتش بايدي الاثنين. انا اكتشفت لما بقضي وقت في الصمت في الطبيعه انه انا معظم الوقت ببقى يا اما قاعده بفكر في حاجات حصلت قبل كده في الماضي. هو ليه الصوت غريب كده؟ انا حاسه ان الصوت واطي قوي بزياده، الصوت العادي مفيهوش اي حاجه. ان انا كل لما بقضي وقت قاعده مش بعمل حاجه وبسمع الافكار اللي جوه دماغي، اكتشف ان انا معظم الوقت يا اما بفكر في الماضي في حاجات حصلت ومش هقدر اغيرها، يا اما بحاول اتوقع المستقبل بس بقضي وقت قليل قوي حاضره في المكان اللي حواليا، وعشان كده ببقى دايما متوتره عشان دماغي في 3 اماكن في نفس الوقت. كمان بقيت لو حاسه مثلا ان انا متقله على حد بساله هو انا متقله عليك او هو انا بطلب منك حاجات كتير دلوقتي، عشان مامت واحده صاحبتي كانت قعدت بنسيم بجد كتير قوي في السفريه دي، وانا كنت حاسه بالذنب قوي وسالت صاحبتي قالت لي لا بالعكس دي مبسوطه جدا، هي مبسوطه ان هي بتقضي وقت معاه وهي بتحبه، وبعد شويه بنرجع لها عادي يعني. بس مش لازم دايما احس ان انا متقله على الناس حتى لو انا مش متقله عليهم، ده برده احساس ملوش لازمه قوي. وكمان لو حد محسسني ان انا تقيله او ان انا متقله عليه، هو ممكن يمشي من ناحيه اليمين وانا ممكن امشي من الشمال، وكل حد فينا يبقى مرتاح. انا بحب القهوه قوي، حاسه ان شكلي امور دلوقتي. من شويه كنت واقفه قدام المرايه بقول لنفسي كلام حلو، الله انا شكلي فعلا امور قوي. الله المياه الساقعه بتنزل بسرعه قوي، وانا دايما ببقى عايزه ميه درجه حرارتها طبيعيه، ودرجه حرارتها طبيعيه دي ابطا واحده بتنزل اللي هو بتاخد 10 دقائق مثلا، فبضطر اشرب ميه ساقعه. حياتي صعبه قوي، بضطر اشرب ميه ساقعه ببلاش. انا عمري ما اتكلمت على ان المكان هنا صديق للبيئه وبيحاول يحافظ على البيئه جدا، وبيهتم قوي بالناس اللي بتيجي تزوره، ومش اي حد ممكن يقعد هنا. هما بيتكلموا مع الناس قبل ما تيجي تقعد هنا عشان يشوفوا الناس اللي جايه مكان زي ده، ولو جايين لاغراض لا تناسب المكان هما مش ملزمين ان هما يستضيفوهم، ودي حاجه بتحسسني ان انا في امان اكتر، ببقى متاكده ان انا في مكان مناسب ليا، فما بقاش متوتره خالص ولا مركزه في اي حاجه، اللي هو ببقى على راحتي. وايه كمان، والبيوت دي مبنيه من طين وحجر، يعني بيستعملوا مواد في البناء وتطوير المكان مستدامه وصديقه للبيئه. في ايه كمان، طبعا مصادر الاكل اللي عندهم هنا نظيفه قوي، فلما بكون في مكان انا واثقه من مصادر الحاجه اللي فيه، والناس كمان عامله الحاجه بحب. دي بقت حاجه مهمه قوي، اللي هو لو شيف متعصب مش عايز ياكل الاكل بتاعه الصراحه، عشان العصبيه دي بتبان حتى لو اعمل اكل حلو، تحس ان في حاجه ناقصه او حاجه ناشفه كده. اول مره جيت فيها هنا كنت بصحى كل يوم اتفرج على شروق الشمس وانا معايا نسيم، الفتره دي هو كان بيصحى بدري قوي فكنت بصحى هي شروق الشمس كان فظيع. بس دلوقتي اولوياتي بقت مختلفه تماما، بقيت عايزه انام على قد ما اقدر، لو هو نايم انا هنام مش هصحى قبله، بالذات وانا لوحدي، لو في حد ياخده مني لما هو يصحى تمام، وانا لوحدي نفس المكان اللي كنت فيه امبارح. انا بحس باحراج رهيب لما بكون في مكان فيه نظام مثلا او هدوء، وبعدين ابني يدخل ميه بخرت ولا ايه، بس بتعلم ان انا ما اتكسفش عشان هو طفل، هي دي حياته وهو كمان من حقه ان هو يتبسط. هروح اخد اخر غطس في الميه، انا خلاص ماشيه النهارده بعد الظهر كده الساعه 12 او 1 هتحرك واروح على بيتي. بيتي وحشني، بيتي وحشني قوي. الحمد لله انا مبسوطه قوي بالوقت اللي انا قضيته هنا، ومبسوطه قوي ان انا رحت اخيم مع ابني، وكانت رحله نفسيه وعقليه وجسديه جميله، اتعلمت فيها حاجات كتير قوي 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 قوي، وانا مبسوطه لكل التجارب اللي انا بعدي بيها اللي بتعلمني ازاي اكون انسانه افضل، وده بيساعدني ان انا اكون ام افضل لابني، وان انا عندي الرفاهيه ان انا اتعلم
بتعلم من التجارب، دي حاجة بقول الحمد لله عليها كل يوم. في شوك بس بيدخل في رجلي، كنت هكسل واقعد جنب ابني ما اعملش حاجة او اقعد على تليفوني، بس قررت ان انا هنزل المية. من ساعة ما انا جيت انا نسيت الشحن بتاع تليفوني، فلما تليفوني بيبقى الشحن بتاعه قليل بسيبه هناك في المنطقة اللي كل الناس تقعد فيها يشحن بشحن حد تاني، ومش بعرف اخده معايا، ودي حاجة هايلة لان انا ما استعملتش تليفوني تقريبا خالص السفرية دي، ومبسوطة. انا نزلت اخدت غطس من غير الكاميرا ولسه طالعه، علشان مهم قوي ان انا برضو ابقى بعمل حاجات لنفسي وابقى حاضره 100%، بالذات لو بعمل حاجه في الطبيعه مش كل حاجه همسك فيها الكاميرا وابقى عايزه اصورها وخلاص. مهم قوي برضو ان انا اكون صادقه مع احساسي واكون حاضره في المكان اللي انا فيه ده. اكيد ربنا بيحبني، اكيد ربنا بيحبني ان هو حطني في مكان بالجمال ده، وانا بحبه بان انا بقدر الاماكن الجميله دي ربنا بيحطني فيها وباخد بالي منها وبحافظ عليها، وبجد مش مصدقه نفسي. الحمد لله. That one's dead. Yeah. Jiggle, 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 jiggle.